يا بخته اللي هو مين؟ البق في جوزها. اما انت قليل الادب صحيح. ايه ده وانت مالك يا محترم؟ اللي مالي مهنا البق. ما تخليك في حالك يا جدع انت، ما هو ده حالي. طيب طيب خلينا نمتع عينينا. وادع عينيك اهم. لا دي وقاحه، دي قله ادب. انا قليل الادب يا اللي ساندينك بطوبه. الله انت مالك يا جدع انت؟ لا ما انت جاي دخلك في حاجه زي كده. انت كمان اوعى ما حد اللي جابه من عندي. اوعى ما حدش رايح. ادي اللي كنت عامله حسابه كل ما يجي الشغل يعمل ازمه. عذري بيغير ده هيجنني، مش عارفه اعمل ايه. سيب الشغل. يبقى يا اما ما ندفعش ايجار البيت يا نعيش من غير اكل. لسه زعلانه؟ خليك مطرحي. يا ريت ما كنتش اخرج من اوضه النوم ابدا. هيحصل قريب. الليله؟ لا لما بيت الازياء تعرف ان جوزي بيبوظ كل عرض بعمله. اخر مره. كل مره بتقول كده. بالشرف عمري ما هعملها. يلا بقى في صحه شهيره اجمل عارضه ازياء في العالم. ايوه كده اضحك يا شيخ. ده النهارده الخميس ودي ليله مفترجه عند موظفين الحكومه. بتقول النهارده الخميس؟ وبكره الجمعه. لازم انام حالا. مستعجله على ايه؟ ما احنا هننام. انا بس اللي هنام، عندي شغل بكره. شغل شغل؟ هو الشغل ده اهم مني؟ هنرجع تاني للكلام اللي ما منوش فايده. ما هي مش عيشه دي. احنا متفقين على كده من قبل الجواز. بس يا شيخ النهارده الخميس والحسنه حلال. تصبح على خير. وكمان مش شارب. وكمان مش هاخد الدواء. خبيات واكل. يا جماعه يا اللي فوق ما ترمونا الست اللي عندكم بالمره. انا لسه ما طلبتش. بنمس يا استاذ فكري. بتمس ولا بترشي؟ دي ممنونيه. بلا ممنونيه بلا كمونيه. النهارده الشاي بكره هيبقى السجاير بعده 5 جنيه وساعتها الخزنه تتفتح لك بعد الميعاد. شيل الشاي لحالك. احنا مش في كباريه؟ بتفتح لي الشاي حضرتك؟ العب يا افري. ليلتنا بيضة.
سعيدة. مالك؟ تعبان. تعبان والله يا فكرة. يا بختك يا عم، هنيالك. أعمل إيه بس يا فكرة؟ مراتي اتعودت على وجودي. عايزاك دايما جنبها؟ لو بعدت خطوة عنها تفكر إنها تنتحر. حكمة ربنا. أنا عكسك بقى. مراتي هي اللي تطبخ وأنا اللي أتكيف. بقى أنت دلوقتي متكيف؟ الأكل هيبص من عيني. أنا زيك بالظبط. يا أخي ده احنا متجوزين ستات. لكن إيه؟ أنت هتقولي ده إيه السعادة اللي احنا فيها دي؟ ده احنا أهلنا داعيين لنا يا راجل. أنت كذاب. يعني أنت اللي صادق؟ فكري، احنا متجوزين أندل ستات في العالم. أنا نسيت شكل الطبيخ يا شريف. طب أنت نسيت شكل الطبيخ. كفاية كده ولا اندهلك البوليس؟ لا كفاية كده. انتوا ما عندكوش ولاية. لا بقى لا. تعالى بقى يا بوليس يا بوليس. ايه ده؟ مالك يا احمد؟ جاي منين؟ مش هتصدقوا. لا قول، ما احنا هبل بنصدق اي حاجة. طلعت الهرم اتفسح، رجلي خدتني عند الشاليهات، يا دوب بعدي من اول شاليه، باب اتفتح وايد شدتني لجوه، اتلهفت. واحدة ست؟ امال واحدة راجل؟ قعدت معاها ساعتين. ساعتين؟ ده انا في الوقت ده اكل حلب كوسه. قول خرجت وبعدي من قدام الباب التاني اتفتح وايد لهفتك لجوه. الله، انت كنت معايا؟ كمل كمل. ست شاليهات، كل شاليه انقح من اخوه. هي الحته فيها كام شاليه يا احمد؟ يجي 20. طب ما تجيب واحده يا اخي. ايه اللي رجعك بدري؟ جريت الحق المواصلات وقعت. ست شاليهات وانا اللي نفسي في واحد شاليه. حظوظ. الحاجات دي ما فيهاش حظ، دي حرب بين الراجل والست، عايزه تكتيك عشان تكسبها. طب ما تقول. ده احنا زملاء يا اخي. الستات في عصر الذره بتحن لعصر الكهف، لما كان الراجل يجرجرها من شعرها ويرميها في التراب. بتحب القسوه، بتحن للعنف، بتموت في التعذيب. قسوه، عنف، تعذيب.